السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين يسلم معاكم. النهاردة هنعمل مع بعض فطيرات رائعة جدا جدا جدا. شايفة الجمال؟ يلا بينا مع بعض نشوف عملنا الفطيرات دي ازاي بطريقة مبسطة على الآخر، والمقادير كلها في البيت. شايفة بقى ما شاء الله طالعة معايا رائعة. يلا بينا مع بعض نشوف عملناها ازاي. ان شاء الله تكونوا بخير ومعاكم اماني سالم. النهارده هنعمل يا جماعه مع بعض فطيرات هشه وجميله جدا. المقادير بتاعتنا 3 كوبايات دقيق، وباكل خميره الفوريه الصغيره كله، ونص معلقه ملح، ونص علبه الزبادي. شايفه مقاديرنا سهله جدا ازاي، وثلاث معالق زيت. ما تكتريش الزيت عشان الفطيرات بتاعتنا تبقى هشه وما تبقاش تقيله معاكي، وكوبايه الا ربع لبن. شايفه ونعجن بقى كل المقادير كلها، ولو احتاجت حبه لبن صغيره حطي حبه صغيره ما تكتريش. وهنلم العجينه زي ما انت شايفه. وشايفه بقى العجينه بتاعتنا ما شاء الله على جمالها، جميله جدا، والعجينه نفسها بتتكلم عن نفسها. هنحطها في الطبق ونحط لها حبه زيت صغيره عشان ما تكونش العجينه قشره، ونغطيها. ويلا بينا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هبتدي احضر معايا الصينيه بتاعتي، وحطيت فيها ورق الزبده ودهنها نقطه زيت بسيطه. شايفه ما شاء الله العجينه رائعه. هبتدي بقى احط العجينه بتاعتي، وجايبه معايا الحشو، وطبعا الحشو اللي انت حباه، بس انا النهارده هنعملها بالجبنه البيضاء واللانشون، مقطعاها مكعبات صغيره بالشكل ده. وهقلب كل المقادير كلها على بعض، وهفرد العجينه بتاعتي زي ما انت شايفه. العجينه دي بتتعمل منها الحادق وتتعمل منها الحلو، بتبقى رائعه جدا جدا. وهنسمي بالله ونحط الحشو بتاعي في نص العجينه، ويلا بقى نبتدي نقفلها زي ما انت شايفه كده من كل الاطراف. وهبتدي اقلبها بقى الوش التاني علشان الفتحه بتاعتي تبقى من تحت، عشان ما تفتحش مني العجينه والحشو يطلع منها. وزي ما انت شايفه كده بفرد العجينه بتاعتي عشان كلها تبقى مستوى واحد. ومعايا فلفل احمر وفلفل اخضر رومي مقطعه مكعبات صغيره، ومعايا صفار بيضه ونقطه خل بسيطه جدا على الصفار علشان يمنع من اي نوع من انواع الزفاره. وبالفرشه بتاعتي كده هدهن الوش زي ما انت شايفه، بتبقى فطيره رائعه جدا وهشه وكله هيحبها. ومعايا جبنه موزاريلا، ما تكتريش يعني، مش كتير قوي، حاجه بسيطه، هحطها كده فوق الوش. شايفه؟ وخلاص كده حطينا بقى الفلفل الاحمر الرومي والفلفل الاخضر، ومعايا سمسم هبتدي بقى ارشه كده على الجوانب، مش بيبقى من فوق الفلفل، لا على الجوانب كده عشان تديها شكل جمالي. وطعم السمسم طبعا في اي فطيره بيبقى طعمه رائع جدا جدا جدا. وهسيبها تخمر ربع ساعة قبل ما ادخلها الفرن على درجة الحرارة 180. وشايفة بقى ده الشكل بتاعها النهائي بعد ما طلعت من الفرن، ما شاء الله على الجمال، والريحة رائعة. كل اللي هياكلها مش هيصدق ابدا على طعمها وعلى حلاوتها، وهتعمليها كل يوم لانها سهلة جدا وبسيطة. ويلا نقطع معانا الفطيرات. شايفة قطعناها بالشكل ده، شايفة الجمال ما شاء الله رائعة جدا. ان شاء الله هتعمليها بالشكل ده هتعجبك وتعجب الاولاد. ودينا منقطعها، شايفة هشة جدا 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 والطعم خرافة. ويا رب ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، ولو الوصفه ان شاء الله عجبتكم اشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد، ولايكات وشير، وان شاء الله الدعوات من القلب للقلب. وكان معاكم اماني سالم، وان شاء الله بالف هنا وعافيه.